طلعنا عن اخر محاضره ماده الترمينولوجي اللي هي الانتجمنتري سيستم. طبعا قبل ما احكي عن هاي المحاضره في معلومه بدي احكي لكم اياها، كون امتحانات الفاينل قربت وزي هيك، في طلاب امبارح صراحه حكوا معاي خايفين من الامتحان، ايش بحكي لي دكتور خايف ما ازبط، ايش بحكي لي دكتور والله انا جايب 5 ولا جايب 10 وخايف ارسم وما بعرف ايش. بدي احكي لكم شغله، ماده الترم قد ما تدرسها قد ما بتجيب، يعني لو كل يوم تخصص ساعه زمن مراجعه لاشياء بسيطه بالترم صدقوني غير الكل يطلع من الماده حتى لو جايب تجميع كثير سيء بالمد. تمام، هي اول معلومه بدي احكي لكم اياها. المعلومه الثانيه، كون الطلاب يعني خايف ما تكمل وما بعرف ايش، هسه صراحه كل فصل فيه له صعوبته. تمام، مثل ما احنا بنعرف انه صحيح البدايات بتكون جميله من حماس وهمه عاليه، لكن نوعا ما بتكون صعبه، فما تخلوا صعوبة هاي البداية تخرب عليك وتقتل الهمة والحماس الموجود عندكم. تمام، هسه صراحة انه ما فيش طالب طب دخل كلية الطب الا عارف ومتيقن مليون بالمية انه هو فعليا قد تخصص الطب. احكي لكم السبب ليش، لانه بكل بساطة ربنا سبحانه وتعالى ما راح يحيي فيك امل ولا راح يزرع فيك حلم الا لانه عارف انك انت فعليا راح تصل اله. تمام، حاشا ربنا يحط فيك امل وانت مش قده. فانا بدي احكي لكم اياه، خلص دام انتم دخلتوا كلية الطب ما بنكر مؤتة صعبة، مؤتة شوي يعني بتغلبكم، ولكن خلص دام دخلت كلية الطب فانت قد التخصص، انت قده، شد يعني شد همتك، رتب امورك، نظم وقتك، وامور راح تكون كلياتها بخير. واسال الله التوفيق لكم، وان شاء الله تجيب كلياتكم علامات عالية والكل يصير سنة ثانية وتحلوني. طيب نحكي بسم الله ونبدأ. نعم، بدنا نحكي عن الانتجمنتري سيستم. هسه لما احكي انتجمنتري سيستم ان قاعد بحكي عن شغلتين اساسيات، بحكي اول شغله عن السكن اللي هي الجلد، وبحكي قاعد عن اكسسوار اورجانز، يعني عباره عن كيف بدي احكي لك اورجانز اضافيه موجوده تابعة على السكن. طيب بحكي لك السكن والاكسسوار اورجانز بوت اوف ذم توجذر شو بنسميهم احنا؟ انتجمنتري سيستم. هلا بحكي لك عن السكن هو الجلد also called integument. بحكي لك هذا السكن شو يعتبر؟ هو اللارجست اورجان ان ذا بودي، يعني يعتبر اكبر عضو موجود عندنا بالجسم. طيب بس بحكي لك السكن مع الاكسسوار اورجانز بوت اوف ذم بعطونا ما يسمى انتجمنتري سيستم. طيب بس بحكي لك هذا السيستم مكون من، خلينا نحكي لك انسجه مختلفه، من ضمن حكينا الجلاندز، طبعا هاي الجلاندز راح نحكي عنها كمان شوي، راح تطلع لنا معظم يعني راح تعطينا انواع مختلفه من الافرازات زي السويت جلاند وزي الاويل ماتيريالز راح نحكي عنهم، برضه حكينا في عندنا نيرفز، وبرضه بحكي لك في عندنا بلاد فيزلز. اذا بس المعلومه الاساسيه بدي احكي لكم اياها انه البلاد فيزلز الموجوده عندنا بالسكن وظيفتها الاساسيه مينلي انها تعمل ايش؟ ريجوليشن للبادي تمبرتشرز. تمام، هذا الشغل اللي راح تاخذوها بالفصل الثاني ان شاء الله ماده الفسيولوجي. طيب نيجي على موضوع على طبقات الجلد. الجلد مكون يا اخوان من طبقتين اساسيات، ايش بنحكي له؟ من خلينا نحكي لك من 3 طبقات اساسيات. الطبقه الوسطى بنحكي لها الديرمس، اللي فوقها اسمها ابيديرمس، واللي تحتها بنحكي لها هايبو ديرمس. تمام، اذا من 3 لايرز جابك طبعا 3 مين لاير، ها 3 مين لاير. طيب هسه هاي طبقه الابيديرمس بدنا نحكي عنها بالتفصيل شوي. بحكي لكم هاي الابيدير مش شمالها هي عباره عن ثن لاير، يعني هي عباره عن طبقه بتكون ثن دقيقه، ولكن بس الاماكن الوحيده اللي بتكون في فعليا فيها ثك شو هي؟ باطن اليد وباطن القدم. تمام، طيب بس بحكي لك هاي الابيدير مس مكون من 5 طبقات اخرى، يعني هي اصلا مكون من 5 طبقات، اللي احنا بهمنا الاوتر موست لاير والديبست او الانر موست لاير، هاي وهاي. هسه بحكي لك اول وحده الستراتوم كورنيوم، هي عباره عن الطبقه الخارجيه اللي لازم تعرفوا لي ان اول شغله مكون من ديد فلات سيل، هاي اول معلومه. اثنين، فبالتالي بحكي لك كونهم فيهم يعني كون فيهم ديد سيلز فبالتالي ما فيهم بلاد سبلاي، هاي اثنين. وثلاث، ما فيهم سنسوري ريسبترز. تمام، اذا هاي معلومات اساسيه لازم الكل يعرفها من الستراتوم كورنيوم. طيب هسه بحكي لك هون الستراتوم بازل هي عباره عن الانر موست لاير، هاي الطبقه، هاي الطبقه بحكي لك الداخليه، بحكي لك هاي تعتبر الطبقه الوحيده اللي بتحتوي على الليفنج سيلز، اللي بتحتوي على خلايا يعني على قيد الحياه. تمام، طبعا هاي معلومه لازم الكل يعرفها. هسه بحكي لكم لانه فعليا هو مكان اللي راح يتكون فيه الخلايا الجديده. هسه بحكي لكم هون انه هاي الخلايا بتاعت ستراتوم بيزل اللي تكونت عندنا خلص لما هيك يعني اول شيء راح تكون هون، بعدين شو بصير؟ بصير مور سوبرفيشال، يعني معنى اخر هاي الخلايا اللي تكونت هون راح تطلع وتصير فوق، بالمقابل الخلايا معنى اخر انها تصير مور يعني مور سوبرفيشال، انه في خلايا ثانيه تكونت، فهمت علي؟ يعني هاي الخلايا اللي تكونت خلص مجرد ما اجى واحد هيك بده يبدلها بصير هون بالنص، فهمت علي؟ يعني بصير في عندك شيء مقابل شيء. طيب هسه بحكي لك انا
as these cells move toward stratum corneums, هسه بحكي لكم هاي الخلايا اللي كونت عندنا عند stratum basilar، بحكي لكم مجرد شايفين بحكي لك as they move toward stratum corneum، من اخر صارت تحركت لفوق صارت more superficials، بحكي لك وقتها طبعا بحكي لك هون فعليا رح تروح على stratum corneums. ليش؟ عشان تستبدل الخلايا اللي صار فيهم sloughing. شو يعني؟ يعني هسه هاي الطبقات الخارجيه هاي معرضة لا خلينا نحكيك للبيئة للانفايرمنت للجروح الخدش انسون، فبحكي لك هو هاي خلايا راح تطلع عشان تعوض الخلايا القديمة اللي موجودة عندنا. طبعا بحكي لك هاي الخلايا وصلت عند استراتم كورنيوم، مجرد ما راحت عند جهة استراتم كورنيوم بحكي لك هنا وقتها راح تموت، راح تموت وراح تتعبى ببروتين شو اسمه الكيراتين. اصلا هيك الكيراتين شو وظيفته؟ فهمتوا علي؟ بس بحكي لكم هاي البروسس كاملة من تكوين الخلايا لهون تمام، وبعدين تطلع رايز تو سيرفس يعني ترتفع على السطح، وبعدين تمتلئ بالكيراتين، وبعدين بحكي لك تموت وتصير يصير في سلافنج اوف يعني والله تتقشر وتروح. هذا الشيء كلياته كان بيحتاج تقريبا مدة شهر. طيب بس بحكي لك الكيراتين شو وظيفته؟ عبارة عن عزل، بحكي لك it prevents a body fluid from evaporating and moisture from entering the body due to its relative waterproof characteristic. يعني فعليا الكيراتين وظيفته عبارة عن ايش بحكي لك؟ زي عازل هو عن اخر هيك واقي للماء، فبحكي لك هون بمنع يصير في عندنا تبخير او رطوبة انها تطلع من الجسم. طيب نيجي على بحكي لك هون على موضوع بنحكي له احنا ايش الميلانوسايت. بس بحكي لك الميلانوسايت هي عباره عن خلايا كثير مهمه موجوده بالبيزل لاير، حكينا بالانر موست لاير هاي اول وحده. بحكي لك طبعا هاي راح تطلع لنا باك بلاك بيجمنت احنا بنسميها الميلانين، هاي الاسم الصبغه المسؤوله عن السمار تاع البشره. طيب هسه بدي احكي لكم شو فكرته او شو وظيفته. احنا بنعرف انه اشعه الشمس بتحتوي على ايش؟ على الترا فايولت تمام. طيب على الترافايت راديشن، بس هاي الترافايت راديشن فكرة اساسي انها ممكن تعمل لي سكن كانسر تمام. طيب فبحكي لك ربنا سبحانه وتعالى عشان يحمينا من هاي القصه خلق عندنا ايش؟ الميلانوسايت. الميلانوسايت شو راح تطلع لنا؟ ماده الميلانين. الميلانين شو راح تعمل؟ راح تمتص تعمل لي ابزوربشن لايش؟ ابزوربشن للالترافايت راديشن للاشعه فوق بنفسجي اللي طالعه من الشمس، راح يعمل امتصاص راح يعمل ابزوربشن. بهاي الطريقه هيك بكون شو عمل؟ حمى الخلايا من اي كانسر. فبحكي لك انه هسه لما الشخص يتعرض لكميات شوي زياده من من اشعه الشمس بحكي لك وقتها فعليا بحكي لك هنا راح يصير في عندنا سن تان تمام، هاي المودريت اكسبوجر. طيب اذا كان عندنا والله اوفر اكسبوجر يعني والله اكسبوجر جدا عالي، وقتها بحكي لك هاي ميلانين ما راح تتحمل او ما راح يكون في عندها خلص القدره انها تمتص كميات كافيه من الالترا فايولت، وقت الشخص راح يخش بحروق تمام. طيب هسا نجي على موضوع بحكي لك هون خلينا نحكي لك الامراض او الاشياء اللي بتصير في حال زياده ميلانين او في حال نقصانه. طيب هسا بحكي لك هون اذا صار في عندنا اكيوميليشن للميلانين شو راح يعطينا؟ ايش بنحكي المولز او الشامات او فريكلز يعني ايش؟ النمش تمام. هاي اول معلومه. اثنين بحكي لك طيب والله اذا الشخص كان في عنده معنى اخر شو بحكي لك؟ الانديفيدولز هو كانت برودوس ميلانين، يعني اخر الشخص اللي ما في عنده اي ميلانين سواء بالجلد بالشعر بالعين ان سو اون، هذا الشخص شو اسمه؟ البينو. اذا بهذا السلايد شو بهمك؟ تعرفوا لي شغلتين، تراكم اللوكال اكيوميليشن اوف ميلانين بكون على شكل مولز او فريكلز، بالمقابل نقصان ميلانين بكل الجسم شو اسم هذا الشخص؟ بنسميه البينو. طيب هسه بنيجي على الطبقه الثانيه حكينا شو اسمها؟ اسمها احنا ايش؟ الديرمس. حكينا هاي الديرمس طبعا بتحتوي على كابيلاريز، بتحتوي على لينفاتيك فيزلز، بتحتوي على النيرف اندنج، وبتحتوي على فوليكلز، واهم شغله على تو جلاند اللي هم السبيشس جلاند اللي راح تطلع لي الاويل ماتيريال، وعلى اللي شو نحكي احنا السويت جلاند اللي راح تطلع لي شو نحكي السويت. طيب هسه خلصنا منهم، طبعا هاي اكيد واضحه انها بتكون تحت الابيديرمس منطقيا، يعني حكينا ابيديرمس بعدين حكينا ديرمس بعدين هايبوديرمس، فبحكي لك هاي تبقى هي تعتبر سكند لاير وموجوده تحت ابيديرمس سهله. طيب نيجي على الطبقه الثالثه نحكي الهايبوديرمس، هاي منطقيا وين موجوده؟ تحت الديرمس تمام. طيب بحكي لك هاي فعليا مش مكونه بس يعرفوا لي اياهم، مكونه من لوز كونكتيف تيشو ومكون من ايش بحكي لك؟ اند اديبوز تيشو تمام. طيب بحكي لك هاي تبقى شو وظيفتها؟ انها تعمل لي بس ستورج للفات تمام. اثنين بحكي لك انسوليت اند كوشن ذا بودي، من اخر راح تعزل لي حراره الجسم تخليك شخص ما يفقد حراره، برضه بحكي لك كوشن ذا بودي يعني راح تحمي لك البدي من اي ضربات خارجيه، برضه بحكي لك ريجوليت تمبرتشرز يعني راح تنظم الحراره
تمام. اذا هاي الطبقات الثلاث، هاي الابيديرمس وهاي ديرمس وهاي السبكوتينوس تيشو او الهايبر ديرمس. طيب نيجي على الجلاندز تاعت الجسم، على الجلاندز تاعت الانتجمنتري سيستم. اول وحده شو عندنا بنحكي عنهم شويه، لانها رح نحكي سوري عن السويت جلاند وعن سبيشس جلاند. اسمح لي احكي لك، هذول التو جلاند عباره عن اكزوكراين جلاند. شو يعني اكزوكراين جلاند؟ يعني عباره عن جلاند راح تطلع السكريشن تاعت من خلال ايش؟ من خلال دكت على الاوتر سيرفيس. بالمقابل حكينا الاندوكراين جلاند، هاي الجلاند اللي راح تطلع السكريشن تاعتها من خلال ايش؟ من خلال الدم مباشره. ام هون شو بحكي لك؟ من خلال دكت على خارج الجسم، بحكي لك تو ذا اوتر سيرفيس. طيب هسه بحكي لكم السويت جلاند سيكريت سويت انتو ا سيرفيس اوف ذا سكن من خلال بورز، يعني فتحات. بحكي لك هاي فتحات وين بتكون اكثر شيء موجوده؟ اعرفوا لي اياهم. موجود بحكي لك بالبامز باطن اليد، السولز باطن القدم، الفورهيد هو الجبين، والاكزل هي منطقه ايش؟ الاكزل او منطقه الابط. تمام. اسمح لي احكي لكم وظيفه السويت جلاندز ميلي شو هي؟ انها تعمل كولينج للبدي من خلال ايش؟ ايفابوريشنز، يعني تبخير. فبحكي لكم برضه بتخلص فيه من الويست برودكت، برضه بتعمل رطوبه للسيرفيس سيلز، بترطب الجلد من برا يعني. فهمتوا علي؟ طيب هسا نيجي على بحكي لكم على السبيشس جلاند. بحكي لكم السكريشن تاعه، السكريشن اللي راح طلع لي شو اسمه؟ اسمه سيبم. هاي اول معلومه لازم الكل يعرفها عنه. تمام. يعني نحكي هاي اول شيء تعريف السبيشس جلاند، يعني نحكي لي عباره عن الغده، خلينا نحكي لك الزيتيه. تمام. بحكي لك هاي الزيتيه اللي راح طلعنا الماده راح تطلع شو اسمها؟ بحكي اسمها السيبم. طيب بحكي لك هاي السيبم عباره عن ايش؟ هي عباره عن بتكون عباره عن فلويد، بيكون اسيدك نيتشر، فيش مالك اسيدك، بيكون عنده البي اتش فيري لو. فبحكي لك بهاي الطريقه هو شو راح يعمل لي؟ راح يقتل لي الهارمفول اورجانيزم الموجوده على الجلد، فبالتالي بيمنع اي انفكشن يكون موجود عندنا. تمام. طيب هسه بحكي لك هنا اسمح لك معلومه كثير اساسيه. بحكي لك هاي السبيشس جلاند، مش هون مش خبر في الصوره، مهم في الصوره. على كل حال بحكي لك هاي السبيشس جلاند شايفينها، راح يكون في لها زي خلينا نحكي لك قنوات، فاهمين علي؟ بكون في لها زي القناه عشان تطلع لي ايش؟ هيك السكريشن تاعتها لبرا. طبعا هاي القنوات احنا شو مسميها؟ داكتيولز. شايفين شو اسمها؟ داكتيولز، يعني هي عباره عن قنوات خارجيه طالعه من الجلاند على الجسم من برا، على السكن من برا. بحكي لك هاي قنوات الداكتيولز مجرد ما سكرت وقتها بحكي لك انا رح يصير في عندي ايش؟ اكني. يعني شو الاكني؟ يعني حب الشباب. طبعا معلومه كثير مهمه، بحكي لك انه هاي السبيشس جلاند اندر كنترول اوف وات؟ اوف سكس هرمونز. تمام. فبحكي لك لايك الاندروجينز، انه بحكي بشكل خاص الاندروجينز كونه ات ويل ريجوليت البرودكشن اند سكريشن اوف ذا سيبم. طيب نيجي على موضوع الهير. حكينا هون الهير هو عباره عن، نحكي لك الهير عباره عن الشعر موجود بكل الجسم ما عدا باللبس اللي هي شفايف، النيبلز هاي عند بريست اوف فيميلز، البالمز اوف ذا هاند. تمام. اللي نحكي له باطن اليد، برضه بحكي لك السولز اوف فيت نعرفهم احنا، والاجزاء الخارجيه من الاكسترنال جينيتال اللي هي الاعضاء التناسليه، ولكن الاجزاء الخارجيه منها يعني بارت معين. طيب هسه بحكي لكم انه الفيزب، طبعا هاي معلومه دكتورك انها ما شرحتهاش ما خاب ظني او ما حكتها. طيب هسه معلومه اساسيه بدي احكي لكم اياها هون، هاي معلومه الدكتور شرحتها. بحكي لك انه الجزء الخارجي من الشعر احنا شو بنسميه؟ الهير شافت. اذا هاي الخارجي احنا شو بنسميها؟ ايوه هذا اسمه ايش؟ الهير شافت. طيب هاي خلصت منهم. بحكي لكم الجزء الموجود جوا الديرمس شو اسمه؟ الهير روت. اذا حكينا الهير روت هيو، شايفين كيف؟ بكون جوا طبعا هاي طبقه الديرمس لون ابيض، هاي شو اسمها؟ الديرمس. هاي هيك الديرمس. فبحكي لك هاي الجزء شو اسمه؟ بنسميه احنا ايش؟ النيرف روت، الهير روت. طيب هسه بحكي لك هون الروت مع ما يغلفه شو بنسميه احنا؟ بويصله الشعر، نحكي له هير فوليكلز. خليني افرجيكم اياهم، شايفين كيف؟ هاي هي بحكي لك هاي الهير روت. اسمها هاي كامل هيك، هاي كامله. شو بنسميه احنا؟ بنسميه هير فوليكلز. شايفين كيف؟ هيها هاي بحكي لكم شو هي؟ هاي هير فوليكلز اللي هي مكون من هير روت مع ما يحيط فيها كامله. طيب هسه اوكي هسه بحكي لك هون ذا بوتوم اوف فوليكلز، في عندنا لوب اوف كابيلاري. هاي لوب اوف كابيلاري انكلوز ان كفرينج ما يسمى ايش؟ البابيلا. تمام. معنى اخر خلينا افرجكم اياهم، شايفين شو بحكي لك؟ بحكي لك في عندكم هاي، بحكي لكم هاي النيرف روت فتحتها مباشره، حكينا عباره عن مجموعه كابيلاري. تمام. بحكي لك هاي الكابيلاري بكون في اشياء طالعه من النيرف روت احنا بنسميها الهير بابيلاي.
تمام. بس بحكي لكم الكلاستر اوف ابيثيليال سيلز الموجوده اوفر ذا بابيلا ريبروديوس اند ريسبونسبل فور ايفنتوال فورميشن اوف ذا هير سافت. شو يعني؟ بمعنى اخر الخلايا الابيثيليال سيلز الموجوده عند البابيلا هيها موجود بحكي لك عند بابيلا هي مسؤوله عن ايش بحكي لك؟ عن الريجنريشن تاعت السيل. فهمت علي؟ هاي معلومه لازم الكل يعرفها. طيب اذا معلومه اساسيه هون لازم الكل يعرف ليها من موضوع الهير، حكينا انه فيزبل بارت احنا بسميناه الهير شافت، عشان خليني يعني اعيد اشياء مهمه. الفيزبل بارت احنا سميناه الهير شافت، هاي اول واحده. قلنا الجزء اللي بكون خليني احكي لك امبيدد جوا الديرمس سميناه احنا الهير روت، تمام. قلنا انه الروت خليني احكي لك الروت مع ما يغلفه بعدين ما يسمى الهير فوليكل، احنا بنحكي له بصيله الشعر. وحكينا ات ذا بوتوم اوف ذا فوليكلز او معنى اخر عند اسفل الفوليكلز في عندنا مجموعه كابيلاري، وهي الكابيلاري شو بحكي لك انكلوز ان كفرينج كولد بابيلاي، تمام. مغلف الكفر شو اسمه؟ شو بحكي لك؟ بابيلاي. طيب هسه بحكي لك هنا تمام. هسه بحكي لك هون معلومه كثير مهمه انه موت الخلايا خلينا نحكي لك والله الديث يعني الديث اوف بابيلاي هذا الشيء شو راح يعمل لنا؟ ما يسمى الالوبيش او معنى اخر هو الصلع البالدنس. فبحكي لك البالدنس شو هي؟ بقول لك اوكيرز وين ذا هير اوف ذا سكالب يعني لما شعر تاع قشرة الرأس ار نوت ريبليسد لا يتم استبداله بسبب موت ايش بحكي لك؟ البابيلاي، تمام. اذا البابيلاي حكينا شو هي؟ هي عبارة عن حكينا عبارة عن مكان بصير في عندنا ريجنريشن او ريبروديوسينج للسيلز تاعت الهير. طيب هسا نجي على موضوع بحكي لكم على اجزاء النيل. هون الدكتوره حذفت اشياء كثير منه وخلت بس الرسمه، قالت تعرفوا انه الاستراكشر تاعت النيل هاي اللي عندنا موجوده، اعرفوا انه النيل بدي، تمام. هاي هو النيل بدي موجود فوق النيل بيت، هيك حكت موجود فوق هاي. حكت لي برضه اعرفوا انه في عندك هيك حد فاصل ما بين النيرف روت وبين النيل بدي احنا بنسميه الكيوتيكل، تمام. وقالت انه الجزء الخارجي الواضح احنا شو بنسميه؟ الفري ايدج اوف اوف نيل. وقالت الدكتور انه مكان الالونجيشنز تاعت النيل شو اسمها؟ اللينيولا هيها. بس طيب نيجي هسه على الكلمات موجوده عندنا. بحكي لك هون هسه استياتو معناها فعليا فات، تمام. بحكي لك شو معناها؟ معناها فات. فبالتالي بحكي والله استيتايتس يعني انفلاميشن اوف فاتي او ادبوس تشو. طيب كوتينج احنا شو اخذناها من اول محاضره بالمد، حكينا شو اسمها؟ سكن. فلما احكي سب كوتينوس يعني تحت الجلد، خلصت منها. طيب الدرمات حكينا شو معناها؟ سكن. فلما احكي والله درماتوبلاستي يعني والله عملت ايش؟ سيرجيكال ريبيرنج للسكن، كثير واضحه. طيب قلنا ديرمس معناها سكن، وهايبو يعني اندر، يعني هي معناها لما احكي والله هايبو ديرمس شو معناته؟ معناته شيء ما تحت الجلد. طيب حكينا هايدرو معناها سويت. طيب لما احكي والله هايدر ادينايتس معناها هي سؤال سنوات، تمام. هاي بحكي لك شو معناها؟ معناها بحكي لك inflammation of sweat gland، تمام. معلومة كثير مهمة بحكي لك لا تخربط ما بين الهايدرو السويت وبين هاي الواي هايدرو تاعت الووتر، دير بالكم هون اي وهون واي. طيب بحكي لك هون السودرو نفس الشيء معناها سويت. فلما احكي والله سودوريسيس ايش معناها؟ profuse sweating. طيب طيب نيجي على ميلانو. حكينا ميلانو معناها بلاك. فلما احكي والله ميلانوما انا قاعد بحكي عن بلاك تيومرز. حكينا ميوكو شو معناها؟ فنجس. طب والله لما احكي والله هو مع درماتو مايكوسس. طب حكينا درماتو معناها الجلد، ومايك معناها شو حكينا؟ فنجس. واوسس يعني ابنورمال كونديشن، يعني هي الحال الابنورمال كونديشن اللي بكون في عند الشخص التهاب بكتيري للجلد فقط لا غير. طيب حكينا اونيكو شو معناها؟ نيل. طب احكي والله اونيكو ماليشيا. طب احنا نعرف اصلا ماليشيا شو معناها؟ سوفتنينج. فبالتالي شو معناها؟ سوفتنينج اوف نيلز. طيب حكينا ترايكو شو معناها؟ هير. طب ترايكوباثي يعني اي مرض بصيب الهير. طيب حكينا سكلير شو معناها؟ هاردنينج. راح تاخذوها سكليروديرما بسنه الرابعه ان شاء الله. شو هي سكليروديرما؟ هاردنينج اوف ذا سكن، تمام. بكون هيك جلدهم هارد. طيب نيجي على موضوع السيبو. حكينا سيبو عباره عن سيبم او السبيشيوس. فبتك واحد والله نحكي والله السيبوريا شو معناها؟ ديسشارج اوف سيبم. طب حكينا زينو، حكينا زينو معناها فورن او سترينج يعني شيء غريب. فلما احكي والله زينوغرافت يعني معنى اخر انت والله بتاخذ انت قلت والله سكن ترانسبلانتيشن لك من شو؟ من فورن دونر لايك فرضا ابيك يعني خنزير.
تمام. طب هاي لها شيء ثاني، احنا شو بنحكي له؟ هيرو جرافت. طب نيجي على الموضوع، بحكي لك زيرو، زيرو شو معناها؟ دراي يعني جاف. بنحكي والله زيرو ديرما شو معناها؟ معناها دراي سكن. طيب الساش شو اسمها؟ السيل. فبنحكي والله اللايبوسايت شو يعني؟ يعني فات سيلز. طب حكينا ان شو معناها؟ يعني وذ اوت او نوت. طب والله بتك والله مصطلح ان هايدروسيس، اوسيس بنعرفها، هايدر يعني سويتنج، ان يعني ما في، شو معناته؟ هي عباره عن الحاله الابنورمال اللي بكون ما في عند الشخص اسويت، تمام. طيب حكينا الدايا شو معناها؟ ثرا او اكروس. طيب بتك والله دايا فريسز. طب احنا بنعرف اصلا فريسز معناه ايش؟ بحكي لك هون كارينج او ترانسميشن، ودايا يعني مرور. فبحكي لك هي عباره عن حاله بكون في عندي شيء اكسسيف او بروفيوز سويتنج. طيب ابي بنعرفها معناها ابوف، في المك والله ابي ديرمس يعني ابوف ذا سكن. حكينا هومو معناها سيم، في المك والله المك والله هوموغراف شو معناها؟ معناها انت مثل والله ترانسبلانتيشن بتوين انديفيدوالز اوف ذا سيم سبيشيز، يعني والله من هيومن لهيومن. طيب حكينا هايبر معناها اكسيف او ابوف، في المك والله هايبر هايدروسيس يعني هذا الشخص في عند اكسيف سويتنج او بروفيوز سويتنج. وبرضه هي نفس عباره عن كلمه مرادفه للدايفوريسيس، نفس الشيء. يعطيكم العافيه.